إن شاء الله هنروح للدكتور أشرف صبحي، اللي النهاردة عقد مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد بمصر في يناير 2021، وكان بحضور هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة ورئيس الاتحاد المصري وكابتن حسين لبيب مدير البطولة. وزير الرياضة الحقيقة في بداية كلامه وجه الشكر طبعا والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم والتوجيه لإخراج مونديال اليد بشكل يليق بمكانة مصر الدولية والتاريخية، وكمان اتكلم في كل حاجة تخص الاستعدادات للبطولة، الإنشاءات اللي كانت، لكن اللي لفت النظر الحقيقة حاجة مهمة جدا يا أحمد، وهي حضور الجماهير للبطولة زي ما قال. قال إن في الوقت الحالي بيناقشوا الموضوع ده، وممكن يتواجد الجمهور بنسبة 100% أو بنسبة 2-1، بمعنى إن يبقى في كرسي فاضي ما بين كل كرسيين ممتلئين أو فيهم ناس. طبعا تنظيم بطولة كبيرة وعريقة زي دي على أرض مصر مع احتمالية حضور الجماهير شيء كبير عظيم مشرف لمصر دايما في جميع المحافل الدولية. ومفيش بطولة ناجحة يا سارة بدون جماهير طبعًا. يعني طبعا احنا بنتكلم على بطولة عالمية، بنتكلم عن بطولة هتكون محط أنظار وسائل إعلام من كل مكان في العالم، وبالتالي هي فرصة لتسليط الضوء على مصر. وانا بتكلم على البطولات العالمية، ولو حضراتكم تفتكروا استضافة مصر اللي كان في نسخته الأخيرة قد إيه الحقيقة كان في مردود رائع جدا من التنظيم المبهر اللي قامت بيه مصر في البطولة دي، وأتمنى وأتوقع كمان وراهن على إنه بطولة كأس العالم لكرة اليد هتكون على أعلى مستوى. اللي عايز أقوله الحقيقة إنه الدولة المصرية، ويمكن ده يعني مش عارف شيء مش واخد حقه، لكن الحقيقة إحنا دايما بنتكلم على المشروعات العملاقة زي قناة السويس الجديدة وزي مشروعات الإسكان وزي مشروعات الطرق والكباري والأنفاق وزي ال 14 مدينة جديدة، لكن الحقيقة في مجال الرياضة في اهتمام كبير جدا من الدولة المصرية ان يكون في نقلة نوعية للرياضة بشكل عام، سواء على فيما يتعلق بتأهيل كوادر، سواء فيما يتعلق باستضافة بطولات عالمية ودولية، سواء فيما يتعلق ببنية تحتية رياضية اعتقد بتشهد طفرة كبيرة جدا. والدليل انه حتى، وعلى فكرة الكلام ده مش كلامنا احنا، مش كلامنا احنا كمصريين، ده كلام كتير من وسائل الإعلام المتخصصة العالمية، انه تنظيم مصر لبطولة زي كأس أمم أفريقية كان بيضاهي في روعته افتتاح او تنظيم بطولة كأس العالم اللي شفناها وتابعناها طبعا في روسيا. هو تحدي كبير برضو لمصر وتحدي عظيم انه يبقى اول نسخه تتلعب ب 32 فريق بدل من 24 تبقى على ارض مصر، وهيبقى عندك كل المنتخبات المهمه طبعا، عندك فرنسا والدنمارك وكل الناس. والحقيقه زي ما احمد قال احنا يعني في تنظيم بطوله افريقيا ظهرنا بشكل مشرف جدا، وكل العالم كان بيشيد بالطريقه اللي اتنظمت بيها بطوله افريقيا على ارض مصر، ونظام التذكره ازاي وكل حاجه كانت الحقيقه متحضره جدا يا احمد. صحيح. وكان المظهر مشرف فعلا. بس الصوره تكمل بقى يا ساره بالجمهور، يعني اذا نجحنا ان شاء الله، وانا يعني متاكد ان دوله عندها من الاراده ومن القدرات والامكانيات اللي تسمح لها انها تعمل بطوله ناجحه، مش بس من ناحيه التنظيم لكن كمان من ناحيه دخول او حضور الجماهير. وحضراتكم عارفين انه اليد بالنسبه للمصريين يمكن تكون تاني اكتر لعبه شعبيه، انا مش عايز اظلم رياضات تانيه زي الباسكت، احنا بنحب الباسكت وبنحب الطايره وبنحب السكواش وبنحب حاجات كتير، لكن اليد كمان من حيث الانجازات احنا عندنا ابطال عالم على كل مستويات الحقيقه، فبالتالي الرياضه ليها جمهور كبير جدا وليها عشاق، وحتى اللي مش بيحب كرة اليد قوي هيروح يشجع مصر في بطولة، فلو سمح بحضور الجماهير أو اللجنة المسؤولة عن تنظيم البطولة سمحت بحضور الجماهير، أعتقد ده هيساهم في اكتمال الصورة بشكل كبير ونجاح البطولة بشكل أكبر. تكمل بالجمهور وتكمل يا رب بأنه مصر تقدم نتائج كويسة جدا في البطولة، يعني المنافسة فعلا هتبقى صعبة قوي في اليد كمان زي الأهلي، يعني زي ما بنقول كده في في في, في الكورة، الأهلي لما بيدخل أي بطولة هو مرشح اول وعينه على انه الفوز بالبطوله، في اليد مصر لما بتدخل بطوله على مستوى كل الفرق ايضا برضو عينها على البطوله، عندنا نتمنى ده لانه فعلا المنافسه هتبقى صعبه جدا، في منتخبات قويه جدا في البطوله طبعا الحقيقه طبعا اكيد يعني. تكلمي على عمالقه زي السويد وزي فرنسا وزي غيرهم من الدول اللي ليها باع كبير في الدنمارك، في الدنمارك ليها باع في اليد، بس احنا كمان منتخب محترم جدا طبعا، وخصوصا كمان الارض البطوله هتتلعب على ارضنا وبين جماهير.